كان أسدا في المعركة. كان خادما للدين الإسلامي. وكان مؤسس دولة حديثة. قاد شعبه وبلاده إلى العالم الحديث. اسمه عبد العزيز. قبل 100 عام انطلق 60 رجلا في السر في أعماق الصحراء، وكان يقودهم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان هدفه استرداد الرياض وتوحيد البلاد. لقد أحس أن هذا هو قدره، وكان أنذاك في 26 من عمره. يقول الملك عبد العزيز: حلمت ذات ليلة حلما غريبا، رأيت نفسي ممتطيا صهوة جواد في سهل، وحيدا في الليل. رأيت أمامي ابن رشيد على صهوة جواد أيضا، وكان يحمل فانوسا كبيرا، فطاردته وأمسكت بتلابي بعباءته ثم بذراعه، وبعدئذ بالفانوس فأطفأته. وعندما استيقظت شعرت أنني سوف أسترد الحكم بإذن الله. قبل ذلك بعشر سنوات خرج عبد العزيز وأسرته من الرياض. كان عجلان عامل بن رشيد على الرياض يستخدم قصر المصمك وسط المدينة، ينام هناك كل ليلة ضمانا لسلامته. ترك عبد العزيز معظم رجاله في الخارج، ثم دخل المدينة ليلا مع مجموعة قليلة منهم. كانت هذه المحاولة الثانية لاسترداد الرياض، وقبل ذلك بعشرة أشهر حاصرها لمدة 4 أشهر. افتح الباب. تسلق عبد العزيز وستة من رجاله إلى الدار المجاورة في انتظار طلوع الشمس، حين يغادر عجلان المصمك ذاهبا إلى بيته. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد. وأخيرا حانت الساعة. بدأ تجهيز خيول عجلان. هجم عبد العزيز على عجلان وأصابه، ودخل عجلان المصمك، ولحق به عبد الله بن جلوي وقضى عليه. Thank you.
وانتصر عبد العزيز ورجاله على أكثر من ضعفهم عددا واستردوا الرياض. كان ذلك في الخامس من شهر شوال 1319 هجرية 1902 ميلادية. ويوم ذبح عجلانه والأهل الرياض يبونه وشوف لما يوم صاح في رأس المصمك الحكم لله ثم العبد العزيز قالوا سمعنا وطعنا، ما فيها حرب ولا فيها، يعني العرب مغصوبين بابو الرشيد من أهل العارض ما يبونه. بانتصار عبد العزيز عادت أسرته التي كانت تحكم الجزيرة العربية لسنوات طويلة قبل ذلك. فقبل أكثر من 262 عاما كان آل سعود يحكمون من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، وهنا ناصروا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأدت دعوتهم التجديدية إلى تغييرات جذرية وإيجابية في الجزيرة العربية. قبلهم ما هي بشيء، نجد يقولون العرب فيها مراتع للقاح ومزارق للرماح وهضاب وذياب، بدون على خيل وجيش القوي ياكل الضعيف، ميام خلقت إلى أن الله قيض على سعود وجابوا كلمة التوحيد لها وكلمة لا إله إلا الله، ومن ذاك اليوم إلى اليوم وحنا في بركات الله ثم دعوته. قامت هذه الدعوة على الالتزام بالقرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أقوال السلف الصالح من الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، وكان الناس يطلقون على الحكام من آل سعود لقب الإمام. الله أكبر. يقول الملك عبد العزيز: نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح. في ذلك الزمن كان هناك في الجزيرة العربية شبه انفلات فيما يتعلق بالعقيدة الإسلامية عموما، دخلت كثير من الشوائب والعادات والتقاليد كما تدخل الأديان الأخرى، أعفيت في المذهب السلفي الذي دعا إليه الشيخ محمد، ومذهب إسلامي والإسلام قصد هذا. من هذه الدعوة قامت الدولة الأولى، دولة الدرعية. دولة الدرعية يعني كبرت وتضخمت وتوسعت أهدافها، من أهدافها أولا عقيدة التوحيد والوحدة، بدليل أنها حين وحدت شبه الجزيرة العربية خرجت خارج الجزيرة العربية إلى العراق إلى الشام إلى العريش لتوحد البلاد العربية. شهد عام 1309 هجرية 1891 ميلادية نهاية الدولة السعودية الثانية التي كانت تسيطر على معظم أنحاء الجزيرة العربية. خرج الإمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود مع أسرته من الرياض إلى الصحراء، أرنوا إلى العودة إليها. استقروا في البداية في الربع الخالي بين قبائلها. كان عبد العزيز آنذاك في 16 من عمره. في الصحراء عاش عبد العزيز حياة القبائل وصعوبة البحث عن العيش، وتعلم أساليب القتال والصبر واحتمال المكاره. في هذه الصحاري تعلم كيف يجوع، كيف يظمأ، كيف يشعر بمرارة الظلم. ما عندهم شيء فيه بروتوكول وفيه ألفاظ ناعمة وأسلوب ناعم أبداً، على طبيعتهم. وكل هذه أشياء تعلمها وتعامل بها مع شعبه.
بعد 7 أشهر في الربع الخالي انتقل عبد العزيز وأسرته إلى الكويت يترقب عودته إلى الرياض. كان الوضع هناك شاقا عليهم أيضا. يقول الملك عبد العزيز: في إحدى المراحل كنت في فقر مدقع، لم أستطع معه شراء سرج لحصاني، لكن أكياس الخيش الفارغة التي وضعتها تحت جلد الشاه أوفت بالغرض. من الباعة إلى الساسة، وأكيد أن تعلم أشياء كثيرة، وزارها عدد من قومه من السعوديين من نجد، شافهم وسألهم، وعلى كل حال أعطته أي مكان يحل فيه ويتعلم، فهمه يقظ، حساباته يقظة، وإلا معناها مغامر ما يصلح. وقبل استرداد الرياض خبر الشاب عبد العزيز بنفسه في الكويت القوى التي سيكون لها دور في المنطقة، وتعرف على محاور السياسة الدولية المعاصرة آنذاك. فإلى الشمال كانت القوة المهيمنة هي الدولة العثمانية وعاصمتها إسطنبول. وكان السلاطين العثمانيون يعدون أنفسهم خلفاء للمسلمين، إلا أنه كانت هناك قوة أخرى في الخليج العربي، وهي الإمبراطورية البريطانية التي كانت تسيطر على معظم المنطقة. في هذا الوضع بالذات استرد عبد العزيز الرياض. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود، الله أكبر، الحكم لله، ثم عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود. وأعاد نصر عبد العزيز والده عبد الرحمن ثانية إماما، وبدأ كلاهما في تحصين المدينة تحسبا للهجوم المضاد المتوقع. جاء الهجوم خلال أشهر قليلة، إذ تعرضت الرياض لزحف جيش كبير عليها. وقرر عبد العزيز إبقاء والده آمنا في الرياض، وخرج إلى الجنوب يستعد للمواجهة في الخرج. وفي نهاية الأمر وقعت المعركة في مزارع النخيل في الدلم، لكن جيش عبد العزيز كان أصغر كثيرا. انضم إلى عبد العزيز الكثير من الرجال من البادية والحاضرة، وتسلحوا بأسلحة حديثة والتي نفد معظمها أثناء المعركة، وتمكن من دحر الهجوم والانتصار في أول معركة خارج الرياض. تناقل الناس في المساجد في وسط الجزيرة العربية نبأ عودة آل سعود وعودة الالتزام بالشريعة الإسلامية، وأيدوا ذلك. جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أيها المسلمون، إن من فضل الله عز وجل
على هذه البلاد أن جمع كلمة أهلها على التوحيد وإقامة شريعتها السمحة، وذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل عبد العزيز. يعني في تلك الأيام رأوا في عبد العزيز قيمهم، رأوا في عبد العزيز مثلهم، رأوا في عبد العزيز أخلاقهم، رأوا في عبد العزيز أمنياتهم وأحلامهم، فلذلك مشوا معه متطوعين لأنهم متدينين. بدأ عبد العزيز ووالده بالاتصال بأمراء البلدان والبادية وأهاليها الذين وفدوا إليهما لتقديم الطاعة، ودخلت العديد من البلدان والبوادي في جنوب نجد في طاعة عبد العزيز واحدة تلو الأخرى. وفي عام 1321 هجرية 1903 ميلادية شعر عبد العزيز أنه صار له من القوة ما يكفي للمبادرة بتوحيد البلاد، فتحرك إلى منطقة القصيم. ودرينا لابن سعود جاي وطابهم بريده، يوم طاب بريده ويطلع بيارده وبرق الرياض، ويمر على عنيزه ويمر على الرش، ويوم جاء عقب الساعه 4 من الليل 5 من الليل وهو عند ابن عقيل. قعدني صلي على النفود. الله أكبر. يا ابن حلال قعدني صلي وأنا قاعد بوزني هو أكل من غداه، وجايبين غداه ابن عقيل والبنو، وما نقعد عليه حني الجوع على كبر الولد ذا، نقعد عليه وناكله. قال بلهني والعافية، بلهني والعافية، يقولوا لنا حنا أكلين غداه. بعد معركة طويلة في البكيرية انطلق عبد العزيز للمواجهة في الشنانة. كان الجنود الأتراك بمدفعيتهم الثقيلة يساندون بالرشيد، لكن هذا لم يثني عزم عبد العزيز. إن ركضنا وكلنا غدا وبعد الجدعان، ويوم انها دودحت ويلوح بظهره يقعد يضربهم عرض طول، ما لقى بالرشيد هج راح شب بويت الحرب وهج. احنا يا الجدعان اللي على كبرنا نروح نركض بساقته. هذه الرماد لو تتهج بالرشيد. انتصر عبد العزيز ورجاله وضم القصيم، ولجأت الدولة العثمانية إلى المفاوضة، ثم سحبت بعد عامين من المفاوضات حامياتها. كان الناس في البادية والحاضرة يعيشون حياتهم الاعتيادية ويغير بعضهم على بعض، وأدت تلك الغارات والغارات المضادة إلى عداوات وعدم استقرار. وكان عبد العزيز يؤمن بأن الاستقرار والأمن لن يتحقق إلا بتطبيق الأحكام الشرعية على سكان المدن وأبناء القبائل على السواء. خلق الله كلهم في نيد، خيل وجيش وقوة،
كل قوي، ما كل يقول حق عندي من البوادي نجد، ولا حد خضع. يوم جاهم عبد العزيز ولا يشوف الهوايل عند القبائل. أخذ عبد العزيز في توطين البادية، ولجأ إلى انتهاج سياسة جديدة ومبتكرة، فقد اعتمد على قوة الإسلام الحنيف ومبادئ الدعوة. الله أكبر. أرسل الوعاظ إلى القبائل ليحثها على الاستقرار حول آبار المياه وبناء الهجر والمساجد والعمل في الزراعة بدلا من التناحر والحروب. يا هلمة يا هلمة يلا اطلع يا هلمة يا هلمة يا هلمة يا هلمة. ولكن دعاهم وارسل لهم مناديب، دعاهم الى الله ورسوله، ونشر مجموعة التوحيد، مجموعة التوحيد من حق محمد بن عبد الوهاب، ودعاهم للوطن، وقال نعطيكم بيارق ونعطيكم سلاح، وجاهدوا أعداء الله ورسوله وخلكم صف واحد، أحسن من أن يجعل باسكم بينكم الشيطان. وطاعوه وأذعنوا له وصاروا تحت أوامره ونهيه. ونجحت هذه السياسة، وأخذ البدو يعودون بحماسة إلى دعوة التجديد الإسلامي، وبدأوا يطلقون على أنفسهم اسم الإخوان، وسرعان ما ظهر أكثر من 200 هجرة لتعلن عن أعظم تطور اجتماعي يحدث في قلب الصحراء. أصبح سكان الهجر مع إخوانهم في البلدان عنصراً أساسياً في جيش عبد العزيز، وساد الأمن والاستقرار في مناطقهم. يقول الملك عبد العزيز: إننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى استخدمنا أداة له، وما دمنا نعبده وفي خدمته فإننا سنفوز، ولن توقفنا أي قوة، ولن يكون في مقدور أحد أن ينتصر علينا. ربح لهم كتاب التوحيد، مجموعة الحديث، ورياض الصالحين، ومرشدين. ويوم شافوا البادية طريق الجنة، وهداية ربي، هداية ربي اللي يهدي سبحانه وبحمده، قالوا يا عبد العزيز من أنت بينا نغسي. كان حكم عبد العزيز ذلك الوقت مقصورا على أواسط الجزيرة العربية، إلا أن سمعته وإرث أسرته التاريخي وقدرته على بسط الأمن والالتزام بمبادئ الإسلام عادت عليه بالخير في الشرق في الأحساء. كانت منطقة الأحساء واحة شاسعة غنية بالأشجار والنخيل، كما أنها كانت فيما مضى تحت سيطرة آل سعود قبل أن يحكمها العثمانيون، لكن الأتراك كانوا عاجزين عن السيطرة على القبائل التي تحيط بالواحة. رجال السلطة التركية صاروا يتفقون مع عصابات البدو واللصوص ليتقاسموا الغنائم التي يسطون عليها ويستأثرون بسرقتها. حينئذ رأى أهل الحل والعقد أن لا مندوحة من الخروج من هذه المحنة إلا بالاتصال بالملك. نعم، إلا بالاتصال بالملك عبد العزيز. كانت هناك علاقات وثيقة بين أعيان الأحساء وعلمائها والرياض، ولهذا بعثوا برسالة إلى عبد العزيز عام 1330 هجرية 1912 ميلادية، يدعونه فيها إلى القدوم إلى الأحساء.
خشي عبد العزيز أن تأخذ بريطانيا مكان الأتراك في الأحساء نتيجة لضعفهم، لذا قام بإغراء القبائل التي تحيط بالواحة لمقابلته في الشمال لتجنب القتال معهم، وانطلق مع 900 من رجاله إلى الأحساء. يقول الملك عبد العزيز: كان في وسعي أن أرى أسوار الحصن المنيع المطل على المدينة، وكان قلبي مثقلاً بالتفكير وأنا أوازي بين المزايا والمخاطر، وشعرت بالتعب وتشوقت للسلام والوطن، وفجأة أدركت أن عقلي اتخذ قراراً وقررت دخول الهفوف والاعتماد على الله في النصر. في الهفوف بدأ رجاله تسلق سور الكوت والتمركز في المواقع حسب الخطة التي وضعها لهم، ثم دخل عبد العزيز الكوت. من جهة السور الغربي من الكوت أعدوا فتحة خاصة لدخوله، فنصبوا السلالم له في الخندق، في قاع الخندق، فصعد عليه ودخل من الفتحة المعدة لذلك. استقبله أهالي المدينة بالترحيب والطاعة. فذعر العثمانيين بدخولهم وصاروا يطلقون النار على غير هدى. في الصباح حاول أيضا المتصرف التركي أن يستعمل القوة، وأخيرا غادرت الحامية التركية المدينة بعد استسلامها. تم التفاهم بين الملك عبد العزيز وبين المتصرف التركي أحمد نديم على تسليم السلطة، فخرج أيضا بالشرف العسكري مع جنوده البالغ عددهم 1200 جندي. بعد ضم الأحساء كان على عبد العزيز مجابهة القبائل التي كانت تغير على البلدان وتقطع الطريق. فلما بلغهم الخبر أن عبد العزيز دخل الأحساء، شعروا أن نوعا من الرضاعة كانوا يستفيدون منه انقطع عنهم، فلذلك غضبوا فحاربوا سنتين. كانت حربا مريرة، أصيب خلالها عبد العزيز بجراح من نيران أحد المهاجمين، وقتل فيها أخوه سعد. فوجه إليه الرمية التي هي الرصاص، وانفجر في حزامه الذي فيه رصاص، فانفجر الحزام وخرجت مصارينه وسقط على الأرض. وحتى لا يعلم الجانب الآخر في المعركة عن إصابته، طلب عبد العزيز ترتيب زواج له تلك الليلة. وهو لا يريد أن يدخل بها، وليس مستعدا للدخول بها، لأنه في نفسه الآن مصاب إصابة خطيرة، ولكن فقط لأجل أن يسمع أنه يتزوج، فيقارنون بين رجل أصيب ورجل يتزوج، فيكذبون ما قيل أنه أصيب، وهذا هو المطلوب. ولكن هو قد أشار إلى رجاله أن يوقدوا النيران ويعملوا عرضة، اللي احنا نسميها في لغتنا العامية العرضة، أن عند الملك عبد العزيز عرس، وأنه الليلة في غاية الانبساط. قال بعضهم للبعض الآخر:
كيف تقولون أن عبد العزيز أصيب وهو الآن يعرس؟ وسرعان ما تحقق له النصر في الشرق. وهكذا بعدما كانت مملكة عبد العزيز معزولة عن البحر، صار لها شواطئ بحرية بكل ما ينطوي عليه ذلك من توسع في التجارة واتصالات بالعالم الخارجي. سيطر عبد العزيز على الأحساء في وقت حاسم، إذ إن بريطانيا والدولة العثمانية كانتا على وشك دخول الحرب. ففي عام 1332 هجرية 1914 ميلادية، حين اندلعت الحرب العالمية الأولى، سعى الطرفان إلى كسب تأييد عبد العزيز إدراكاً منهما لأهميته. أنزل البريطانيون جيشاً كبيراً في جنوب العراق، وشقوا طريقهم عبر النهرين إلى بغداد. أحست بريطانيا بتزايد قوة عبد العزيز، ووقعت معه معاهدة في عام 1334 هجرية 1915 ميلادية، اعترفت فيها بسيادته. وفي العام التالي توجه إلى البصرة لإجراء محادثات مع المسؤولين البريطانيين من أجل حماية بلاده وتجنيبها مخاطر الحرب العالمية الأولى وما ينتج عنها. وهناك شاهد عملية البناء العسكري الضخمة للحملة العراقية، كانت على نطاق واسع لم تعرفه الجزيرة العربية من قبل. وفي البصرة حظي عبد العزيز باستقبال رسمي وبإشادة المسؤولين، وكان بينهم جيرترود بيل التي غمرها الإعجاب به. He is a man of splendid physique, standing well over 6 feet and carrying himself with the air of one accustomed to command. He is of proved daring, and he combines with his qualities as a soldier that grasp of statecraft which is yet more highly prized by the tribesmen. Politician, ruler, and raider, Ibn Saud illustrates a historic type. علاقة الملك عبد العزيز ببريطانيا كانت علاقة واضحة، ليس فيها غموض. نعم، وكذلك يصارحهم بالأشياء التي يعتبر أن له حق فيها، كما أنه يسير معهم في سياسة تدل على الحنكة والعقل. فلذلك الإنجليز أنفسهم شعروا براحة في التعامل معه، وأنه رجل عاقل، وأنه يعني ما ينبغي أن يخلقوا معه مشاكل. وانتصر البريطانيون في الحرب، مما أدى إلى تغيير جذري في الوطن العربي. ففي الحجاز شجعت بريطانيا الشريف حسين على الثورة ضد الحكم العثماني. ومع نهاية الحرب أزيل النفوذ العثماني من المنطقة، وفرضت بريطانيا وحلفاؤها تسوية جديدة على الأراضي التي أصبحوا يسيطرون عليها. اعترفوا بالشريف حسين ملكا على الحجاز، وبمساعدة منهم أصبح اثنين من أبنائه ملكين على شرق الأردن والعراق. كان عبد العزيز يشعر بأنه محاصر، ومع ذلك انتصر جيشه في معركة تربة لتكون بداية للتوجه نحو الغرب. يقول الملك عبد العزيز: حاصرونا من كل الجهات وأرادوا القضاء علينا، ولكن الله نصرنا عليهم وجعل كلمته هي العليا، وقد نصرنا الله بقوة التوحيد الذي في القلوب والإيمان الذي في الصدور. واصل عبد العزيز ورجاله بحماسهم وعقيدتهم توحيد البلاد. ففي عام 1338 هجرية 1919 ميلادية، دخلت عسير في حوزة عبد العزيز ثم حائل.
اتجه نحو حائل، وبعد شهرين شدد من قبضته عليها. الملك عبد العزيز أخذ السنين ويحاول معهم ويرسل لهم ويعرض عليهم، يعني ايش اسمه، يعرض عليهم التفاهم، يعرض عليهم انهم يعني يسلمون، يعرض عليهم، وبرضهم ما تيسر، ما يعني ما عجل عليهم، اعطاهم سنين الملك عبد العزيز. يقول الملك عبد العزيز: عززت الحصار وأخذت جميع القلاع والخنادق حول المدينة، وبعدئذ طلبوا السلام وقبلوا شروطي، ولما كانت المدينة بدفاعاتها وحاميتها في يدي أصبح أهاليها من أبناء شعبي، فقد عفوت عنهم وعما مضى. دليل هذا أنه عندما انتصر استقدم الأسرة الحاكمة الرشيدية وعاملهم كما يعامل أبناءه وأبناء عمومته. والآن بدأ عبد العزيز يواجه التحدي في الغرب. بدأ الشريف حسين المواجهة مع عبد العزيز عندما منع سكان نجد من الحج. أما في الحجاز نفسها فقد كان حكم الشريف يلقى المزيد من عدم الشعبية. الله لا يكتب عليكم، الله لا يعيد هذاك الوقت. غلامي الله لا يعيد، كان ضرائب، كان ظلم. مش يعني بقول لك يعني عم حسين فايز، انا ولد من اولاده يبكي بدمعة عينه، وأنا ولد من الأرض يفكك عن قلبه شوية. يقول لي أشتكي أتظلم، الجمرك حط علي زيادة 20 جنيه، وذكر أنت 20 جنيه ذهب لها قيمتها بموجب ال 600 يعني جمرك ما يستحق كده. يقول أتت له عريضة للحسين كان في مكة إنه يعني يسترح منه، يقول إذا رجل يضعفها يجيني جواب مضاعف ادفع ولا ادخل السجن. ها؟ في ملك ترجع يعني هذا يقول ادفع ولا ادخل السجن؟ ليه؟ وفي عام 1343 هجرية، 1924 ميلادية، أصر الشريف على موقفه ورفض الوسائل السلمية، فتوجه جيش عبد العزيز نحو الحجاز لاستعادتها وتأمين سبل الحج إليها. وبعد دخول قوات عبد العزيز الطائف حبس الناس أنفاسهم في مكة المكرمة خوفا على حياتهم، لكن عبد العزيز أصدر مرسوما يقضي بحماية الحجاج والسكان. وبعد 3 أشهر دخل عبد العزيز مكة المكرمة معتمرا دون قتال. فر الشريف حسين بعد تنازله لابنه علي عندما تقدم جيش عبد العزيز نحو جدة. وكان أتذكر أنه كان أول يوم جاء نصبوا صيوان برا في المعابد بعد المعابد شوية، وخطب في الناس جو وجهاء مكة والناس كده خطب فيه، وقال لهم اني ما جيت انا يعني خدمه لهذا البلد هذا يعني والاهله، وابشروا ان شاء الله بالخير وبالعدل وبالامان وكل شيء كده. واتذكر انه كان جنبه يقولوا جنبه كيس كده كبير، ايام ما كانت المعامله بالريال الفرنسي، يقول لهم والله جيت بمالي ومال ابوي وجدي بنفقه في سبيل الله. وفعلا يعني وزع على الناس وزع. والله في الأول كان في شيء من التوجس، لكن بعدين لما عرفوا أنه ما في شيء إلا أمان واطمئنان وكل شيء كده رجعوا، استقرت الأمور اطمئنة. اتجه عبد العزيز نحو جدة وفضل الحصار بدلاً من الهجوم.
بعد حصار دام سنة استسلمت جدة، ودخلها عبد العزيز بعد أن غادرها الشريف علي. وقبل ذلك بأقل من شهر دخل ابنه محمد المدينة المنورة سلما. وعاد عبد العزيز إلى مكة ليعلن انضمام بلدان الحجاز إلى الدولة السعودية مثل ما كانت عليه في عهد الدولة السعودية الأولى. وبعد 4 سنوات استكمل عبد العزيز توحيد جازان، وهكذا حمل عبد العزيز لواء خدمة الإسلام والمسلمين. لقد قطع شوطا طويلا منذ أيام الصبا في الصحراء، وأعاد البجد إلى البلاد، وأصبح سيد الجزيرة، ودشن ملحمة التقدم والاستقرار والأمن والالتزام بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف. وبعد سنتين أعلن توحيد كافة المناطق في دولة جديدة هي المملكة العربية السعودية. تولى مهمة دمج أبناء شعبه في مملكة موحدة. وسخر التقنية الحديثة لضمان تحقيق الرخاء لشعبه. وفي الوقت الذي كان فيه معظم الوطن العربي تحت الاستعمار، أصبحت المملكة حصن الاستقلال العربي وقلب العالم الإسلامي. لقد كرس سلطته وقوته حتى آخر لحظة لخدمة دينه الإسلامي الحنيف. في 26 من عمره استرد الرياض، أرسى حكم الشريعة الإسلامية ووحد البلاد. أصبح خادم الأماكن الإسلامية المقدسة. اسمه عبد العزيز. خلال أقل من 30 سنة وحد معظم شبه الجزيرة العربية، وبدأ ملحمة بناء الدولة.
في 21 من جماد الأولى عام 1351 هجرية، 23 من سبتمبر عام 1932 ميلادية، أعلن مولد الدولة الجديدة المملكة العربية السعودية. لكنها كانت أرضاً فقيرة بموارد شحيحة. كان التحدي الذي يواجه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هو توحيد مختلف أبنائها في دولة حديثة تحت ظل الإسلام. قبل ذلك بسنتين أكمل عبد العزيز توحيد البلاد، وكانت له سياسة متميزة تجاه الأهالي والأعيان، اتسمت بالتسامح والتقدير والاستفادة منهم في بناء المملكة. كل خصومه ولا شيء كده عفى عنهم ولمهم إليه تكريم بالمرة كبير، وضمهم وظائف كبيرة كمان، أعطاهم وظائف كبيرة كل شيء كده، بل كان يعني تقدير لهم أشد، يقول لهم يقول دول خلاصهم لملكهم السابق، يشعرني أنا يدل لأنهم إذا جاءوا عندي يصير مخلصين لنا. على هذه الوتيرة التأم مع عبد العزيز معظم موظفي الدولة الشريفية في الحجاز، يتلاءم مع أناس هم من أعدائه. هذا يعود في الحقيقة إلى عنصر من عناصر القيادة في حياة الملك عبد العزيز، وهو الاكتمال الذهني والخلقي. كانت الأولوية الأولى للملك عبد العزيز استعادة نصاب الأمن والنظام في الحجاز، إذ كان في الماضي شبه منعدم. فرحت أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، وإذا نسمع إنه سرقوه البدوه. كيف سرقوك بعد ما غاب سنتين؟ وجانا لونه غامق. والله يقول لي ما أعرف المحل يا أخوي محمد. ودوني في محلات بين الجبال، ما في إلا أن تفش في الدلو وما تقدر تزرع. ما قلت سرقوه. قدي كذا كان جده بشكل هذا. ويمكن مكة نفس الشيء، يمكن الطائف نفس الشيء، كله 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 كان كذا. كان انعدام الأمن يهدد موسم الحج، ولم يكن الحج مجرد فريضة على المسلمين، وإنما كان أيضا في الماضي عماد اقتصاد الحجاز. ومع هذا كان الحجاج يتعرضون للنهب. كان على عبد العزيز كمسلم حنيف وملك أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإحلال الأمن والطمأنينة. في كل بلد وضع على هذا، وفي كانت دوريات بالطبع دائما تجول في الطرقات، يعني في طرقات الحج وفي المحلات دي، بحيث انه ما يعني شو اسمه ده ما تشعر بانه في اي شيء. القاتل يقتل، السارق تقطع يده، هذا نفذ الحكم الشرعي، فكل واحد صار يعني يخاف ان يقوم باي عمل يعاقب عليه الشرع. الله اكبر. بعودة الأمن والطمأنينة عاد الحجاج. كبير المرشدين سابقاً في ميناء جدة محمد سلامة يروي كيف أصبح الميناء مزدحماً فجأة بسفن الحجاج من جميع أنحاء المعمورة. 10,000 حاج لم يدخل عبز من سوء، ولا كنا شيء لك. ما في موسم السنة. قال والله ما في موسم. ثاني سنة 120,000 حاجي فقط من جاوة، ما كنا نعرف، لأن ما في تقسيم بعد العالمية، ما قامت من جاوة، كل شرق الأقصى كان عندنا يسموه جاوة. 120,000 حاج، ومن الهند 35,000 حاج. الله أكبر، ما في ده كل يوم بابريين، ثلاثة أربعة حجاج حجاج حجاج.
كان إحلال الأمن والنظام الأساس لما تلا. حين أعلن عبد العزيز المملكة العربية السعودية، كان ذلك يعني توحيد جميع أجزاء المملكة في دولة واحدة وشعب واحد. فمنذ تلك اللحظة صار أبناء المملكة على مختلف مناطقهم ومشاربهم مواطنين في بلد واحد. البدو والمزارعون، أصحاب الحرف والتجار، أبناء الشرق والغرب والوسط والشمال والجنوب. أهمية هذا أنه دمج الأخير، دمج هؤلاء الأقاليم المختلفين في عناصرهم الأصلية وفي لهجاتهم وفي لهجاتهم وفي تعليمهم وفي عاداتهم وتقاليد، خرج بنة أن أراد أن يجمعهم ويوحد، وأن تكون ليس فقط الأقاليم الموحدة وإنما الاندماج أيضا اللي فتقبل الناس هذا، لأنهم وجدوا أن كل ما يكون هناك اندماج كل ما يكون هناك نوع من التوحد الحقيقي. كان استخدام الاتصالات الحديثة عاملاً أساسياً في بناء لحمة المملكة، لأنها حيوية في مثل هذه البلاد الشاسعة. كان في قصر كل إمارة غرفة خاصة باللاسلكي، وحتى في قلب الصحراء لم يكن عبد العزيز بعيداً عن جهاز الراديو. أحمد الصقر كان أحد عاملي اللاسلكي. وين وديت البرقية؟ قلت والله طال عمرك وديتها هناك. ليه؟ مين اللي أمرك؟ قلت والله ما حد أمرني، بس أنا خايف جنبك هنا يقولوا لي لا تنصب هنا، ولكن هنا أزعجك معناته ما تنام. قال ما تعرف إن أنا ما أنام إلا على صوت المطار هذا. لا هل ما نروح أنصب اللاسلكي حق خاصة شنطتك أنت الثانية، خلها بعيد. لا ينام الملك عبد العزيز حتى تيجي من كل الأمراء الموجودين في المملكة شمالها وجنوبها وشرقها وغربها برقية إنه لم يحصل خلال 24 ساعة ما يوجب رفعه لجلالتكم، ولا يترك عمل اليوم للغد أبدا. كان الملك حريصا أيضا على متابعة الأخبار من الإذاعات العالمية، وأنا كنت واحد من هؤلاء الثلاثة الذين كانوا حوله لتسجيل الإذاعات، وكان يوصينا دائما بأنه وعملكم أن تستمعوا إلى الإذاعات وأن تسجلوا منها كل ما تسمعونه، لا تقولون هذا مهم وهذا مش مهم، لأن الذي يرى المهم والمش مهم هو أنا. خلال هذه السنوات بدأ عبد العزيز في بناء نظام إداري للمملكة من أجل تأسيس آلية الحكم الضرورية للإشراف على تطوير الدولة الحديثة. عين نجليه نائبين له، في نجد ابنه الأكبر الأمير سعود. وعلى الحجاز الأمير فيصل الذي أدار الشؤون الخارجية نيابة عن والده. في الوقت نفسه أصدر الملك العديد من الأنظمة والقواعد التي تحكم قطاعات المالية والخدمات الصحية والخدمة المدنية، وكان يعتمد في جميع خططه وبرامجه على هدى الإسلام. فالملك عبد العزيز متدين بطبيعته في سلوكه الشخصي، وهذا معروف من تاريخه وممن صحبوه وممن عرفوه في صغره وفي شبابه وفي كهولته وفي شيخوخته، وقد أدركنا هذا نحن بأنفسنا كأناس قريبين ومن الملك عبد العزيز. كانت المملكة آنذاك في معظمها
بلادا لم تتعرف على ما وصلت إليه التقنية الحديثة، لذا لم يتقبل بعض أفراد المجتمع الأشياء الجديدة وعدوها خروجا على تقاليدهم وأعرافهم. وفي هذا العالم شرع عبد العزيز في إدخال فوائد التقنية الحديثة. طلع الملك عبد العزيز بحكم تهيئته للقيادة الأدوات الحديثة، هم يعني لدرجة أنهم امتنعوا عن السيارات واعتبروها فتنة واللاسلكي وكل الأدوات، الراديو، اعترضوا على هذا اعتراضا لا مبرر له. وبدأت مسيرة التقنية الحديثة، وكتب لها أن تنقل الجزيرة العربية إلى ركاب المستقبل، لكن قبولها في مجتمع لم يعرفها من قبل كان صعباً. لقد حرص عبد العزيز على الاستفادة من الاختراعات الجديدة كالسيارة وغيرها. خابرين لك يوم أول موتر جاء عبد العزيز، دخل مع درواس الثميري ووقف عند باب الصفا، ولما غير تراعدوا يقول هذا سحر، كيف حديد يمشي؟ ما يدخل عقولهم. ويظهر عبد العزيز يركب فيه ويقضبونه، تكفى يا عبد العزيز، يكفى يا عبد العزيز، هذا سحر بيطير بك. ولا عبد العزيز عزمه جيد، رسبوا وراح الموتر وقعدوا يصفقون بيديهم على إمامهم، يلا الخير خلنا إمامنا يطير، طار بالسحر. يظهر مع درواس الثميري ويدق في البطحة ويجيك معود. يا معود وفرحوا، أبشروا بعود، أبشروا بعود. وبدأوا يكفرون بدون حق، وبدأوا يقولون أقوالا غير صحيحة، ويكتبون رسائل فيما بينهم ويحرمونه، وأن هذه من أعمال الشيطان. وهذا أقنعهم عبد العزيز بآراء العلماء، أقنعهم بالدعوة إلى ذلك. فلما لم يستجيبوا وقف منهم الموقف المعروف. في الأربعينيات الهجرية الثلاثينيات الميلادية عانت المملكة من أزمة اقتصادية صعبة، إذ إن الكساد الاقتصادي الذي أصاب العالم عام 1349 هجرية 1930 ميلادية أدى إلى انخفاض عدد الحجاج بأكثر من الثلثين. وأدى اختراع اللآلئ الصناعية إلى إلحاق أضرار جسيمة بصناعة اللآلئ في المنطقة الشرقية على الخليج العربي. هذه الكوارث زادت من عناء الناس ومشقاتهم، وأصبحت الحياة صعبة. لهذا كان لابد من زيادة موارد المملكة ولا سيما المياه. كان الماء دائماً شحيحاً في هذه البيئة القاسية. مياه الشرب، مياه الري، المياه الضرورية للبناء والاستقرار. كان الملك عبد العزيز قد بدأ منذ عام 1345 هجرية 1926 ميلادية في توزيع المضخات التي تعمل بالكروسين لاستخراج الماء. أمرنا بثلاث مكاين الفلايحنا، سافرنا بواحد محرم للمدينة واستلمنا المكاين والسيارات اللي تشيلهن والمهندسين. ركبناهن على ثلاث كوبان. عنا الماء شيئين ما حسبنا حساب هذا، ولا كنا نفكر، ما كانوا يفكرون اللي يفهمون الكبار. وانا ما صار مثل المزارات. سنة 1349 قال بيت من الشعر يقول:
نهر جرى من موق عين الرفيعة، خير المكاين أسست مده غرقوا، بالحروف الأبجدية التاريخ مده غرقوا 1349. طور عبد العزيز أيضا المزيد من المشاريع المائية الطموحة، ففي الحجاز نجحت عمليات المسح الجغرافية في اكتشاف مصادر غنية من المياه الجوفية، وشيد الملك مشروع مياه العزيزية في وادي فاطمة بآبار جديدة ومستودعات جوفية وقنوات جلبت المياه النقية إلى جدة والحجاج. كانت هذه المنطقة الشهيرة في الخرج فيما مضى تزخر بالمياه، وهنا احتاج مشروع طموح آخر للري إلى مجموعة كبيرة من المضخات وإلى 20 كيلومترا من قنوات المياه. وأنا أذكر ليلة من الليالي وجدنا يعني ضجيج غير طبيعي، وجدنا عالم يمكن 3000 شخص بأنوار وكذا، فإيش كنا إيش الموضوع؟ بده يجروا قناة من منطقة إلى منطقة. غذت المياه مزرعة جديدة للأبحاث، كانت مهمتها تحديث الزراعة وتدريب الفنيين. ولما وصلنا على الخرج فرقونا وزعونا على الأقسام، قسم في الميكانيك وقسم في الزراعة وقسم في الجيولوجية، والحمد لله يعني تخرجوا مننا. أنا لقيت المكاين، يعني كانوا أول بيحرطوا الله يكرمكم بالبقر بالتيران، حراطة عادية كانت أول ما رحنا بداية. بعدين الحمد لله جاتنا دركترات وجاتنا حراتات وجاتنا بزارات وجاتنا حصادات. خضار مشكل غير الحب، الحنطة هذه كان مزروعة يعني مد العين تطل، هذه خاصة في خفض دورة أيام كنت. تطور الحمد لله في حياة الملك عبد العزيز، يعني المحل تطور يعني الحين عظيم. أشار المستشارون للملك إلى أنه يمكن استكشاف المزيد من مصادر الثروة في المملكة كالمعادن والذهب، وأهم من ذلك النفط. شهد الحجاز عام 1353 هجرية 1934 ميلادية إعادة فتح منجم مهد الذهب المعروف قديماً، وطحنت الصخور واستخرج الذهب منها للتصدير. كان النفط يبشر بالخير، فمنذ عقود أدرك الجميع أن منطقة الخليج العربي غنية بالنفط، وهكذا منح عبد العزيز في البداية امتيازاً لشخص نيوزيلندي هو ميجر هولمز، لكن الاتفاق لم يسفر عن شيء، ومع بدء شركات النفط التنقيب في البحرين مقابل الأحساء تجدد الاهتمام. وبدأت المنافسة الدبلوماسية في مدينة جدة حين تبارت شركات النفط للحصول على الامتياز، وكان عبد العزيز مفاوضا بارعا. ولكن ما سمعت أن الاتفاقية حصلت مع الشركة الأمريكية سوكال، لأن عرضها كان الأفضل من الناحية المادية، وهم كانوا حريصين على الدفعة الأولى أن تكون دفعة مجزية. منح الملك الامتياز لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا الأمريكية، وقد دفعت 50,000 جنيه ذهب مقدماً مع ميزات أخرى، وأمر الملك وزيره للمالية عبد الله السليمان بتوقيع الاتفاق. هذه هي الكلمة اللي تفوه فيها الملك عبد العزيز، ثق بالله ووقع.
رغم اكتشاف النفط بكميات كبيرة عبر مياه الخليج العربي في البحرين، لم يعثر في 6 آبار اختبارية بالظهران على شيء، وكان رجال النفط على وشك إنهاء العملية برمتها. لما كان عبد العزيز حريصاً على العثور على الماء أكثر من النفط، فقد دعا 2 من المهندسين للعودة إلى الرياض لدراسة المزيد من المشاريع الزراعية مثل الخرج، وزار المهندسان عين هيب. وبفضل خبرتهما عثرا على ما كان يبحث عنه منذ 5 سنوات، البرهان على أن بنية الصخور تحت أرض البحرين تمتد فعلاً إلى المملكة. ونتيجة لذلك الاكتشاف أدرك المهندسون في الظهران أنه يجب الحفر لعمق يزيد 0.5 ميل على ما قدر أصلاً. فاستؤنفت عمليات الحفر بحماسة، وبعد 9 أشهر وعلى عمق حوالي 1 ميل تدفق النفط بكميات مذهلة من البئر رقم 7. في العام التالي 1358 هجرية 1939 ميلادية زار عبد العزيز المنشآت في الظهران لافتتاح الصمامات وتحميل الناقلة الأولى، وكان عبد الله علي رضا مترجما له. ففرح وانبسط، وفرح عشان هذا ثروة للمملكة. الرحلة هذه كانت رحلة اولا رحلة النصر بشيء اللي ربنا عز وجل أعطانا، ما كنا نتصورها إنه موجودة تحت الأرض أو تحت رجولنا، إنه بس هذا ريع النفط أو ريع الزيت للسعوديين عشان ربنا أعطاهم هذا النعمة، بس النعمة اللي يعرفوا كيف يتصرفوا فيها، ويعني لخير البلد في الحقيقة، لخير البلد. بدون فلوس وبدون ثروة ما يصير الناس أو السعوديين أو هذا إنه يتعلموا ويعرفوا دينهم. مع دوران عجلة التقدم ظلت المملكة مثلما كانت دائماً تهتدي بالإسلام وحده، وكان التعامل مع العالم الحديث يقتضي نمطاً جديداً من التعليم يتجاوز الأساليب السائدة آنذاك. بناصب بناصب بخفض بخفض برفع برفع أبجزم أبجزم بن 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 تن 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 تن. والحجاز كان فيها بعض المدارس، أما في بلاد نجد فلم يكن هنالك مدارس، بل كان هنالك كتاتيب للصغار، وكانوا يرتادون المساجد فيحفظون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مع وصول أولى عائدات النفط أسس عبد العزيز دار التوحيد في مدينة الطائف، وهي مدرسة داخلية تدرس العلوم الشرعية والرياضيات واللغات لتعليم الصفوة. كان جميع الطلاب من نجد وحتى الطائف بدت لهم عالماً آخر.
وكان والد عاصم البيطار مديرا لها. وأحيانا جمع بواسطة أمراء المناطق بالقوة كانوا يظنون أن القضية قضية عسكرية، ولذلك جعلوا يخفون أولادهم. لكن حينما وصلوا إلى هنا ووجدوا الجو صالحا ووجدوا هنالك العلم الصحيح والتوجيه السليم ووجدوا الألفة وصاروا إخوانا جميعا، صاروا إخوانا، أينهم كانت هذه المدرسة بداية للتغيير في نفسية الناس هنا في نجد. كان يحب للدولة أن تنهض، وهو يعلم أن العالم يسير ولا يتوقف، وهو يريد لدولته أن تسير مع العالم على ألا يخدش عقيدتهم وألا يخرجهم عما هم فيه من السلفية الصحيحة. كان الملك عبد العزيز يشجعه لأنه يعلم أن هذا من الدين. في الوقت نفسه رتب الملك عبد العزيز برنامجا لنشر العلوم والمعارف على نفقته الخاصة. كان ينشر بعض الكتب ويكتب عليها على نفقة الملك عبد العزيز آل سعود سلطان نجد والحجاز وملحقاتهما، أي نعم، وكانت تصلنا إلى الشام، كانت توزع لوجه الله تعالى. كل هذا شجع هذه الحركة على الولادة ثم النمو ثم التكاثر حتى استوت الآن على ساقها وصارت يعني حركة علمية واضحة المعالم جدا وبارزة جدا. رغم اتساع حجم بناء الدولة والتحديات التي كان على عبد العزيز مواجهتها، فإنه لم ينسى أبدا واجبه بصفته خادم الحرمين الشريفين. هذه البقعة المباركة جعل الله بيته العتيق، ومن كل هذه البقعة الشريفة بعد الله صفة أنبيائه ورسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان الواجب علينا وعلى المسلمين عامة في هذا البلد الأمين خاصة وفي بلاد أخرى عامة التناصر في الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها. وإني في موقفي هذا في بلاد الله الحرام أدعو المسلمين عامة التفهم حقيقة الدعوة المحمدية وتمسك بها، وقد جاء نبينا محمد صلوات الله عليه وسلم. 1357 هجرية 1938 ميلادية، الملك عبد العزيز يرحب بالحجاج في مكة المكرمة في خطاب فريد التقطته عدسة التصوير. وكان الملك يدرك أن أهم مسؤولياته هي ضمان أمن الحج وسلامة الحجاج. من الأمور الأساسية التي أولاها عنايته صحة الحجيج وما اقتضته من حجر صحي، إذ إن قدوم عشرات الآلاف من مختلف أنحاء العالم كل سنة كان يعني احتمال انتشار المرض بينهم. وحين تولى مسؤولية الحج لأول مرة كانت هناك إجراءات دولية لترتيب الحجر الصحي في البحر الأحمر. وهكذا اتخذ عبد العزيز على مر السنين خطوات لتحسين المرافق والخدمات الطبية في المملكة، وأقام مراكز للحجر الصحي في جميع موانئ الحجاز، كما بنى مستشفيات جديدة. كان الملك يصر على أن تلغى إجراءات الحجر الصحي بعد تبدل الأوضاع. وفي هذه الأثناء شرع الملك في توسعة المسجد الحرام. كانت تلك هي المرة الأولى التي تشهد فيها ساحة الحرم توسعة منذ عهد السلطان العثماني سليمان القانوني قبل 400 عام. وشيد عبد العزيز مدينة الحجاج في جدة، ولا يزال الحجاج ينزلون فيها حتى اليوم. نظراً لما يلاقيه الحجاج من متاعب في الحصول على سكن مريح، فقد أمر يرحمه الله إدارة العين العزيزية بدراسة
إيجاد مساكن للحجاج، فقامت إدارة العين العزيزية بالدراسة وبناء على أمر جلالته وبنت هذه المدينة. طبعاً أصبحوا الآن في محيط واحد، وتوفرت لهم المياه والكهرباء وهذه المباني المريحة، بينما كانوا معظمهم في الشوارع ومتفرقين. وفي أواخر عهده تحققت السيطرة السعودية على إجراءات الحجاج الصحية، وبعد وفاته تم إلغاء إجراءات الحجر الصحي القديمة، وتولت المملكة المسؤولية الكاملة في ذلك. لحماية أمن الدولة الحديثة وصيانة استقلالها، بنى عبد العزيز جيشاً حديثاً، وظهرت ثكنات ومعسكرات جديدة للجنود في أنحاء المملكة. سلح الجيش الجديد بأسلحة حديثة، وأمر بتدريبه على أحدث الطرق. وبحلول عام 1359 هجرية 1940 ميلادية، وصل عدد أفراده إلى حوالي 10,000 رجل من مختلف مناطق المملكة. كذلك كان الملك حريصاً على بناء سلاح جوي، ولذا استدعى بعثات خاصة إلى جدة لتدريب الطيارين السعوديين، وكان في وسع الملك أن يشاهد أداءهم في عرض جوي. أرسى كل ذلك مكانة الملك بصفته الحاكم العربي المستقل الرائد. يقول الملك عبد العزيز: لا يغمض لنا جفن دون أن نفكر في جميع المسلمين، فنحن قلقون على إخواننا السوريين وإخواننا الفلسطينيين وعلى أشقائنا في العراق ومصر، فنحن مهتمون بأوضاعهم وهمنا هو همهم. كان زعماء الاستقلال في جميع أنحاء الوطن العربي يتطلعون إلى الملك عبد العزيز، وكان يحس بقلق بالغ من الوضع في فلسطين، حيث كان العرب يقاومون تصاعد الهجرة اليهودية. أنتوا أعطيتوا يعني اليهود أرض لا تملكونها حتى تعطوها، يعني هذه بلاد العرب، يعني بلادنا، يعني ولا يجوز لهم أن يأخذوها ولا يجوز لكم أن تعطوها أيضا، والعرب لا يقبلون هذا. يقولوا إحنا أعطيناهم بروميس، يعني وعد بلفور، يعني إحنا لا نجيز هذا البروميس، أعطيتوا ما لا تملكون. يعني يقول الملك عبد العزيز: لن نقصر إطلاقاً في تأييدنا لفلسطين، إنني أقول صراحةً إن السكوت على ما يجري في فلسطين لا يخدم مصالحنا. عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، شهد الوطن العربي تغييرات هائلة، ولكي يحتفظ عبد العزيز بحرية التحرك واستقلاليته فقد التزم الحياد خلال الحرب، مع أنه كان يميل إلى الحلفاء. بعد مؤتمر يلطا، دعا الرئيس الأمريكي روزفلت الملك عبد العزيز إلى الاجتماع إليه في السويس لأهميته ومكانته. كان لقاءً رمزياً، سادت الألفة والود فيه بين الزعيمين. طبعا كانت فيها مداعبة، وكان في يعني المستر روزفلت كان مرح كثير، اللي يسأل الملك عبد العزيز بفرح، يقول له: أنا بقيت زمان أنا أتمنى أن أراك، يعني وقد قرأت عنك شيء كثير وكذا كذا كذا، وأنا أريد الآن وقد اجتمعنا أن تخبرني ما الذي لديك تريد أن تخبرنا به. قال له الملك عبد العزيز، قال للكرنل إيدي يترجم يعني: قل له أنا تلقيت منك برقية أنك تحب أن تراني، وها أنا الآن
معك، ما الذي لديك أنت تريد أن تخبرني به؟ أقنع الملك الرئيس الأمريكي بإعادة النظر في سياسته نحو فلسطين. شعر رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل بقلق من العلاقة الجديدة، فطلب بدوره الالتقاء مع الملك، وهيمن قلق عبد العزيز من الوضع في فلسطين على المحادثات. عبد الله بالخير كان مترجم الملك. طبعا تكلموا على الصداقة وتكلموا عن يعني يناقشوا على وعد بلفور، يعني الذين شردهم وقتلهم وأحرقهم بالعسكرات وكذا كذا 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 كذا. فالأحياء منهم الآن ما الذي نفعل؟ إنهم يريدون وطن. قالوا الملك عبد العزيز أنا أنصحكم على لا تداووا الباطل بالباطل زي ما عمل فيهم هتلر، تقوموا أنتوا تعملوا في الفلسطينيين. طيب وهذا ليس عدل. في نهاية المطاف أعلن عبد العزيز الحرب على ألمانيا، واشتركت بلاده في الاجتماعات التاريخية التي أسست الأمم المتحدة في بريطانيا أولاً ثم الولايات المتحدة. حقق الوفد السعودي نجاحاً باهراً مثلما تتذكر ماريان علي رضا زوجة أحد أعضاء الوفد. I mean the papers were full of the pictures of this very distinguished looking with their headdresses and their robes, and there wasn't a hostess in town that wouldn't have given their eye teeth to entertain them. Prince Faisal at that time showed such an ease at being where he was, as if he'd done it all his life. I think that really those qualities passed down from their father. على الساحة العربية أيضا وسع الملك نطاق دبلوماسيته، فقد حافظ دائما على اتصالات وثيقة مع الزعماء السياسيين في الوطن العربي. وفي عام 1365 هجرية 1946 ميلادية زار مصر للاحتفال بجامعة الدول العربية التي أسهم عبد العزيز في تأسيسها وإجراء محادثات مع الملك فاروق. كان عليه أن يرسم الطريق لمن بعده، ففي العام الذي تلا إعلان تأسيس المملكة تمت البيعة لابنه الأمير سعود وليا للعهد. عبد العزيز كان قارئا جيدا للتاريخ، وكان ينتخب العبر منه. تربية هي قديمة عند آل سعود، احترام الصغير للكبير، احتراما في المجلس، في تناول الأكل، في مبادرة بالسلام في المناسبات. هذه تربية سعودية قديمة مشى عليها الصغير عن الكبير، وكان الملك عبد العزيز يعمق هذا المعنى في نفوسهم. كانت سيرة الملك عبد العزيز وحياته المليئة بالكفاح تجسيدا لتاريخ المملكة نفسها، ولقد لاحظ ذلك أحد الأطباء الذي فحصه في آخر حياته مثلما يتذكر المترجم. لازلت أذكر حديث رئيس الفريق الطبي جنرال وولاس جراهام عندما أكملوا الفحص، قال بالحرف الواحد: أنك تستطيع أن تقرأ التاريخ على جسد هذا الرجل، لأنه في كل موضع كان طعنة أو ضربة رصاص أو قطع بسبب السيف أو سكينة أو أي شيء، قال تقرأ التاريخ على جسد هذا الملك. وفي عام 1373 هجرية 1953 ميلادية، وبينما كان يضع الأساس لنظام جديد من الحكومة، انتقل الملك عبد العزيز إلى رحمة الله تعالى. والله كان الكل حزين عليه، أي والله، لأنه كان محب للكل هو.
والكل يحبه، ويعني خاصة هو يعني هو اللي أول من عمل الأمان في السعودية في المملكة. والله الملك عبد العزيز زي المحيط الهادي، يعني كمان الهادي بلا شيء الأطلسي، يعني الهادي معنى الكلمة يعني، لكن إذا ثار ثار يعني. ونعرف فيه دائما الصدق والحزم والجزم والحبك والربط. عبد العزيز آية من الآيات في زمانه، داهية الدواهي، والله معه، لأنه فيه خصال ما توجد إلا فيه، دين ومعرفة وعقل، والله سبحانه وبحمده هو المعطي، ينزل الحكم من يشاء ويعطي من يشاء. ما في الرجال كما فقدت فقيده، جبل أشم هوى فزلزل في الثرى، أحد طوى جنباته أخدوده، رجل شامخ في كل شيء، شامخ في صفاته شخصيته، شامخ في تعامله، في سياسته، في نظره إلى المستقبل. وهو لو لم يكن هذه العوامل كلها وهذه الشخصية متوافرة، ما يمكن أنه يكون شخص واحد يخرج من بلد بأربعين شخص ويأسس هذا الملك هذا ويستتب الأمن في كل هذه الجزيرة العربية.